بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هناخد محاضرة الستيل دروينج. The steel structure is made up of beams and columns connected by bolts or welding or riveting. ال steel structure المنشأ المعدني مكون من beams اللي هي بالعرض عوارض، والكولومز اللي هي الأعمدة زي ما احنا شايفين، connected by bolts متوصلين ببعض بواسطة مسامير أو لحام أو برشام زي ما احنا شايفين. ادي الكاميرا اهي، وادي العمود ومتوصلين ببعض بمسامير برضو. هنا نفس الكلام، ادي الكاميرا وادي الايه العمود. هنا برضو الكاميرات فوق بعضيها، دي اثناء التشوين في المشاريع. هنتكلم دلوقتي على ستيل سيكشنز او مقاطع الستيل. ازاي بالنسبه للستيل سيكشنز؟ عندنا اول حاجه المين سيكشنز، المقاطع الرئيسية. عندنا أول حاجة الأي بيم، يبقى على شكل حرف أي، وادي الكاميرا أهي ومرسومة في الثلاث مساقط الفرونت والبلان والرايت سايد. الدايمنشن بتاعتها بنكتبها على هذا الشكل، ده اللي هو الديزيجنيشن أو الترقيم بتاع الكاميرا. I اللي هو I section، A اللي هو العمق، في B اللي هو العرض، في T واحد، في T اتنين. يعني ممكن نقول كاميرا من الكاميرات عبارة عن I 400 × 300 × 20 × 25، يبقى احنا كده عارفين المقاس بتاعها، يبقى ده مقاس السكشن اللي هو المسود ده. طبعا جميع السكاشن في جميع المقاطع، جميع السكشنز في الستيل بتتسود، التهشير بتاعها عبارة عن تسويد زي ما انت شايف كده، وده الفرونت وده البلان وده الرايت سايد. ده بالنسبة للبيم. لو هي بالنسبة للكولوم هيبقى واقف، لو عمود هيبقى بقى واقف، وبرضه نفس الكلام هيبقى اي اي في بي على تي 1 في تي 2، نفس الكلام برضه سواء انها كانت عمود. نفس الكلام هنا تاني سيكشن اللي هو السي سيكشن، برضو بيبقى حرف سي، اي في بي على تي 1 في تي 2، ادي الاي وادي البي وادي التي 1 وادي التي 2، ونفس الكلام مكتوبه مرسومه في الثلاث مساقط. نفس الكلام لو السي، عندنا السي كولوم لو هي عمود هتبقى بالشكل دون، هتبقى واقفه والرسم بتاعتها بهذا الشكل. بعد كده عندنا التي سيكشن، حرف تي، برضو تي اي في بي على تي واحد في تي اتنين، وبتترسم برضو بهذا الشكل ده اللي هو تي بيم، كاميرا على شكل مقطعها على شكل حرف تي. لو كولوم برضو هتبقى بالشكل دون، هتبقى واقفة. بعد كده عندنا الزد سيكشن، على حرف زد، بتبقى الكاميرا بهذا الشكل، ونفس الكلام ده الزد بيم والزد كولوم بتبقى بهذا الشكل برضو. بعد كده عندنا اكسسوري، عندنا قطع ربط. اول حاجة الانجل بنرمزلها بحرف ال، A في B على التي، ادي الاي وادي البي والتي اللي هو السمك، ومرسومه برضو في الثلاث مساقط، ده اللي هو الانجل. الانجل بيستخدم في ربط الكاميرات بالاعمده. الاكسسوري الثاني اللي هو البليت، بي ال بي في تي، ادي البي العرض البليت والتي اللي هي السمك بتاعها. في بعض المسائل بيدي الطول بتاع، زي ما هنشوف بعد كده في المسائل ممكن يدي الطول بتاع البليت.
ونفس الكلام برضو الطول برضو بتاع الانجل، نفس الكلام ممكن يدي الطول بتاع الانجل. example for the following steel structure draw to scale 1 to 5 elevation side view والبلان. هنرسم ده اتجاه الفرونت هنا، وعندنا الاستراكشر ده هنرسمه في الثلاث مساق. في البداية طبعا بنشوف ان اول حاجة بنعمل حصر عندنا كم كاميرا وكم عمود وكم انجل وكم بليت. عندنا اول حاجة ادي عمود على شكل حرف اي، 300 في 150 على 10 في 13. طبعا الدايمنشن هنا طبعا كلها بالمليمتر، وبنرسم سكيل 1 ل 5. عندنا كاميرا على شكل حرف سي، 240 في 90 على 9 في 13، وطولها 500. عندنا 2 انجل يمين وشمال، كل واحدة 70 في 70 على 8، وطول كل واحدة 150. وبعد كده عندنا بليت تحت بي ال 400 في 10، ادي 400 وادي العشرة السمك بتاعها، وطبعا الطول بتاعها اللي بتساوي 500. ازاي نرسم الكلام ده في الثلاث مساقط؟ ادي الثلاث مساقط عندي، ده الفرونت وده التوب وده السايد فيو. ادي العمود اي 300 في 150 على 10 في 12، وده السي بيم 210 90 على 9 في 13، والاتنين انجل موجودين اهم. بالنسبة لي ده اللي هو طبعا سكيل 1 ل 5، ودي ده الفرونت وده التوب وده السايد فيو. طبعا زي ما احنا شايفين هنا، في هنا علشان هنا الطول العمود ممتد فبنرسمه فانتوم لاين. فانتوم لاين اللي هو داش كبيرة وداشين صغيرين، داش كبيرة وداشين صغيرين، عشان ده طول ممتد. هنا الطول ممتد مش محدد، لكن لو طول ممتد مش هنرسمه عادي، لكن هنرسم سوليد لاين عادي، لكن لو طول ممتد هنرسمه فانتوم لاين. ملحوظة هامة جدا، حدود أطوال الكاميرات والأعمدة ترسم على هيئة خط فانتوم لاين، لأنها أطوال ممتدة وغير محددة، وهو عبارة عن داش كبيرة واتنين داش صغيرة زي ما انت شايف كده. الموضوع التاني اللي هو الستيل ميسنج فيو. ميسنج فيو في الستيل، ميسنج فيو في الستيل بيديلك في الأغلب المسائل بندي الاليفيشن، وبنطلب ان انت ترسم تستنتج ال توب والسايد فيو. زي المسألة هنا elevation، مدي الاليفيشن اهو، ادي الاليفيشن، وعايز عايز السايد فيو والبلان، عايز سيكشن في السايد فيو في الاي اي، وعايز سيكشن في البلان من هنا. ممكن المسألة تترسم من غير سيكشن برضه، مفيش مشكلة. هنا بالمسألة برضه بنعمل حصر، عندي كام كاميرا وكام عمود. انا عندي عمود هنا، وعندي ادي كاميرا، وعندي أربع أنجل، أدي 1 2، وهنا أنجل ووراها الناحية التانية أنجل، وعندي بليتة هنا ووراها الناحية التانية بليت. أعرف إزاي؟ إن أنا هنا مكتوب 2 PL، وهنا 2 L، يعني واحد هنا وواحد هنا، وهنا 2 L، يعني واحدة قدام وواحدة ورا. يبقى كده عملت حصر بالحاجات اللي عندي علشان أقدر أرسم. بستنتج المسقطين، المسقطين التانيين، أدي اللي أنا رسمته من السؤال، وادي السكشن ليفت هاند سايد والبلان. طبعا وزي ما احنا شايفين اي سكشن موجود في الستيل بيتسود، تهشير الستيل تسويد في البلان وفي ليفت هاند سايد فيو. البروبلمز عندنا بروبلمز، طبعا كل البروبلمز معظمها درو تو سكيل 1 ل 5. زي ما احنا شايفين
مسائل اهي. بعد كده هنا المسائل بتاعت ال missing view. شكرا لنهاية المحاضرة.